قدمتها الشاشة زبيدة زوجة هارون الرشيد، وفي سبأ تفتحت ريحانة زوجة الملك الهدهاد، وفي بوابة الجنة ظهرت أما فلسطينية حائرة بين زوجها الذي رفع راية الاستسلام لليهود وبين أولادها الذين يرفعون راية الانتفاضة للتحرير، فكانت في كل تلك هي أو بعض منها. أما في البادية العربية فقد تنوعت مستويات وألوان حضورها بين أم شاعرة وزوجة كبير القبيلة، فهي رباحة زوجة السعدون، وهي الشيخة زوجة فارع في قبائل الشرق، وهي زهرة مثال القدس أولى القبلتين، وهي قبل ذلك نجاح التي أحبها المشاهد في الأردن والوطن العربي في أوائل الثمانينيات في حارة أبو عواد، والسكر الذي ظلمها الواقع المر في تل الفخار، وهي عبير التي أشعلت فينا شغف المعرفة في طفولاتنا مع حكيم والببغاء، وتعلقنا بحروف العربية وشخصياتها عبر لوحاتها في مناحل. نجمة الأردن ومن أشهر ممثلات الدراما التلفزيونية العربية الفنانة القديرة عبير عيسى، رفعت أعمالها إلى فئة النجوم العرب مبكرا، ولمعت في العديد من الأعمال الدرامية التاريخية منها والبدوية والمعاصرة. فنانة تملك مواقف مشرفة سياسيا اتجاه قضايا وطنها، وفي المقدمة تأتي فلسطين حيث الأصل والذاكرة والقضية. ضيفتنا لهذه الأمسية نجمة الأردن الفنانة القديرة عبير عيسى، يا هلا فيك معنا. هلا فيكي، شكرا كثير على المقدمة الجميلة جدا. تسلمين، تستحقين الأكثر، وإحنا تأخرنا في استضافتك. حبيبتي ولا يهمك. نبدأ من أب سرياني وأم فلسطينية التقيا في القدس. في الأردن وفي عمان تحديدا ولدت عبير عيسى. الأب يعمل في المطبعة، الأم ست بيت، خمس بنات وضابط، ولد واحد جمال. كيف تصفين هذا البيت، العائلة الأولى؟ يعني أجمل شيء في حياتي، لأنه صحيح بيت بسيط بس كله كان دفء وحب وحنية من الأب ومن الأم، دعم كامل لعبير عيسى من أول ما بديت. ما عانيتش معاناة الزميلات اللي بيصير معاهم في وطن عربي شرقي بعاداته وتقاليده. أنت بتعرفي كيف كل امرأة لما بدها تعمل بمجال الفن، بالعكس أنا لقيت الدعم الكامل من والدي تحديدا، من أهلي، داعم لكل مواقفي وكل ما أريده، يعني حريتي كاملة كامرأة وكيان مستقل. من أين جاءت هذه المساحة من الحرية، يعني حيث لا معارضة؟ هل الأب كان واعي؟ والدي نعم، أمي لا، ما يعني مش دارسة، لكن والدي كان دارس ومطلع، وبني آدم يعي شو يعني الحياة وشو معنى أنه الإمرأة تكون حرة بكل معنى الكلمة، وقرارها بيدها وتتحمل مسؤولية ما تقوم فيه. حلو. كان الأب ناصرياً حتى النخاع، يصغي إلى إذاعة صوت العرب. كان فارسك الأول، شلون تصفين لنا هذا الأب عبير؟ الصحيح أني أنا وعيت في بيت يعني يعشق عبد الناصر ومن لا يعشقه في المحصلة، ووعيت على أسمع صوت العرب، وهذا الراديو الصغير اللي كان في وقتها ينحط عدان وينسمع ولازم أسمع معاه، لازم أكون دائما معاه على تواصل، وفي أي نقاش موجود كنت أخذ منه. وربيت في هذا الجو الثقافي، قراءة الكتب دائما، مش بس بما يخص عبد الناصر، بما يخص كل الحياة اللي حولك سياسيا، لأنه أنت جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، فلازم تكون واعي أنت وين من هاي، من هذا العالم، شو موقعك وشو موقعك وشو لازم تعمل في حياتك. ويمكن هذا اللي رباني على أنه يكون شخصيتي المستقلة اللي ما بترضى إلا اللي مقتنعة فيه لازم. فهذا الفضل الأول والأخير كان لوالدي الله يرحمه. لوالدك. نعم. بالنسبة للتمثيل، يعني دخولك مجال الفن، دخلتي وانت صبية عمرك 16 سنة صح؟ نعم. ودخلتي أيضا بهم يعني أنك تعيلي هالأسرة، بحاجة كانت الأسرة صح؟ لا، هو الفن. أنا قبل ما أدخل بالفن تركت الدراسة واشتغلت وكملت دراسة خاصة. شو كنت بتشتغلي بهالفترة؟ كنت بشتغل سكرتيرة في مكتب، اللي كان له الفضل بأنه هو أعطاني الفرصة الأولى أني أنا أمثل.
انه كنت بطبع وبناقش بالمسلسل وبانه هذا صح وهذا غلط وما بصيرش هاي البنت هيك، مع انه طبعا اكتشفت مع الزمن انه مش صح كلامي. نعم. فهو اللي طرح الفكره علي انه تشتغلي تمثلي. وكان سفر لليونان. فاخذت انه انا ما معي جواز سفر، احنا كان عندنا لازم بعد ال 18 سنه لتقدر البنت تطلع من جواز سفر ابوها، مو زي هلا بينعمل من اول ساعه ما يولد الطفل. فقلت له اوكي، عمل جواز السفر وسافرت. هلا عدم وجود عنصر نسائي في الاردن كان في وقتي الا قليل جدا. نعم. وبسني وفي شكلي في ذاك الوقت خلاني اول ما في ذاك الوقت ما زال يعني انا بحكي هالسن. فاول ما رجعت الاردن بلشت العروض مباشره ورا بعض. طيب. مسرح وتلفزيون واذاعه كله ورا بعض، فصرت القاسم المشترك لمعظم الاعمال. موقعك في البيت مش يعني مش البنت البكريه، لا لكن تحملتي اعباء البيت يعني، وانت يعني البنت الثالثه الوسط. نعم. الوسط. يعني ظروف البيت هل كنت يعني قادره مع هذا الشغل يعني انك تركتي الدراسه؟ يعني كانت في ايضا يعني تضحيه. ما فيش شيء اسمه تضحيه للاسره، يعني انا ما بعتبر لانه لهم واجب علينا. وانا كثير يعني منتميه لهذا المقول انه الاب والام لهم علينا لاخر لحظه من عمرنا. فكنت انا راضيه بكل شيء بعمله، ولانه كانوا خواتي اللي اكبر مني متزوجات اساسا. نعم. واخوي اساسا الوحيد اصغر مني جمال. نعم. فكان لازم اخذ هاي الخطوه وعملتها وما عنديش اي مشكله، ولهلا انا مو ندمانه عليها، بالعكس سعيده فيها، وبعتقد انه كان لازم اعمل اكثر من هيك لهم. يعني. جميل. يمكن على هامش استحضارنا لهذه ممكن البدايات، ثمت قصه مدرسه الرياضه وبحث الرحابنة عن وجه حلو وفتاه صبيه في الاردن، احكي لنا شو القصه، لان انا ما اعرف القصه. يعني هو كان في عندنا مدرس اسمه بريهان قمق، مدرسة رياضة. كان عندنا مذيع الله يرحمه رافع شاهين، كان من أول من قدم البرامج المسابقات في سوريا وفي الأردن. فهو اللي إجت عندي وقالت لي أنه عم بيدوروا على صبايا بدهم يمثلوا. أنا كنت بمثل على خشبة مسح في المدرسة بالكشافة. فقلت لها أوكي منروح. فرحنا على التلفزيون الأردن، كان أول مرة بدخل التلفزيون الأردن، لكن هذا الحكي قبل سفرتي على اليونان وشغلي مع عبد الرحمن. فرحنا وأدينا كم مشهد الدراما، وكانت تجربة حلوة يعني، بس بسيطة كتير كانت يعني. نعم. دخول مجال الفن، هل انبهرتي بالأضواء مدام عبير، ولا هيك يعني دخلتي من باب أنك صبية حلوة في مجتمع صعب، يعني مجتمع محافظ أردني في تلك الفترة، يعني كانت المسألة صعبة، ولا كنت مثلا كانت عندك أيقونات وصور لممثلات أو مشاهير وكنت بتتابع التي في مثلا او السينما؟ بتعرفي انه انا دكتوره ابدا يعني ما خطر ببالي اي شيء، سوى انه انا حبيت الموضوع، حبيت الفكره. انا بشكل عام مجازفه. يعني بحب التحدي ومغامرات. فحبيت الفكره، حبيت اني اسافر اليونان. اني يعني اول مره بكون عندي جواز سفر. اني مع هاي المجموعه. تحدي لإلي ولإلهم انه انا قد هذا الحكي، واستمراري تحدي كمان، لانه انت مرات يعني انا ما بحب فكره اللي بيجي بقول لك انا من طفولتي حسيت اني فنانه، لا انا ما كان عندي ادنى 1% فكره اني ممكن اتوجه للفن. شو كان عندك من اهتمامات؟ انا كنت احب كثير اني اكون محاميه او طياره، لاني كثير بحب الحريه، يعني كابتن طياره كنت بحب دائما احس انه انا بحب الشيء في الدنيا تحليق يمسكني. بحب اكون في الفضاء الرحب، بحبش يعني يا محامية او محامية للدفاع عن حقوق الناس. كيف وجدتي هالجو بداية؟ رح نتدرج معك. لا حبيته، والا كان ما استمرت فيه. انا ما في شيء بيجبرني في الدنيا اعمل شيء انا مو حابه. نعم. من انا وطفله يعني، ودائما كان والدي يسميني انت المجنونه الزعره اللي في البيت. يعني انه حسن صبي، انه اللي بدك اياه بدك تعملي، ما بتنسي حالك انه انت انثى، انت مو ذكر انثى. نعم. فكنت اعتبر انه انا ما في فرق بين شاب وبنت، في فرق بالافعال فقط. فلا يعني حبيته واستمريت فيه، وشوي شوي بلشت اتعمق فيه لدرجه صار جزء مني، بس هذا مع الوقت. بقدرش اقول لك اول ما طلعت. طيب. بلشت جزء منك. يمكن في احيانا ايضا يعني في الحياه فيها مفترقات كثيره حسب الظروف، يعني بعد فتره يمكن بين التسعينيات او في منتصف التسعينيات صارت عندك رده فعل قويه لما طلبنا منك بالبرنامج، واحنا انا احب ان المشاهد يعرف يعني في الكواليس شو عم يحدث مع الضيوف احيانا، طلبنا منك صورك في مراحل عمريه مختلفه، اعمالك في ارشيفك، قلتي لي بروين انا معظم اعمالي وارشيفي وصوري كبيتهم بالزباله. يعني انا
قلتي هذا أكبر خطأ أنا ارتكبته بحق نفسي. كيف وصلتي لهالمرحلة وشو ردة الفعل هذه على شو؟ مش قادر أعرف صحيح، مش بس معظم، مش جزء، كل أعمالي. كنت أنا أرشيف للأعمال الأردنية وأرشيف للصور، لأنه أنا أكثر وحدة كنت في مكان معين، كان مكتب معين كان يسجل لي كل الحلقات، أي مسلسل إلي بنزل وبيرتب لي طبعا بمنتج وبدون إشارة، بدون طبعا الدعايات واوا. فكان عندي 560 شريط والألبومات كانت كثيرة، فمليت وحقدت على شيء اسمه فن من داخلي، وكرهت فكرة أني أنا ممثلة، وما حبيتش يكون في عندي في البيت أي يعني علاقة لموضوع الفن عندي. إيش بيذكرك يعني بهالجو؟ فحطيتهم كلهم في الأكياس